محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واتبع نهجه وهداه. يتكرر الموقف كل سنة، نقف ترحما على أرواح الشهداء. الله تعالى يقول: وذكرهم بأيام الله، هذا يوم عظيم من أيام الله، بفضل كل الرجال، منهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نقف اليوم أحرارا سعداء فوق هذه الأرض الطاهرة التي سقيت بدماء الشهداء. يتكرر هذا الموقف لنجدد العهد، لنجدد الصلة بقرآننا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع شهداء نوفمبر الذين نقول عنهم دائما أنهم أخذوا أخلاقهم وصفاتهم وحياتهم من شهداء بدر، من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله عز وجل وشاءت قدرته أن يتزامن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بتفجير أو بإطلاق أول رصاصة في ليلة الفاتح نوفمبر. تتكرر المناسبة اليوم ونحن نحتفل بمولد الهادي صلى الله عليه وسلم، والتاريخ يعيد نفسه، والله تعالى أمرنا بأن نذكر أنفسنا بأيامه حيث قال: وذكرهم بأيام الله، لنأخذ العبرة، لنأخذ الدروس، لنستعد لأيام أفضل إن شاء الله. حفظ الله الجزائر، حفظ الله شعبها، رحم الله شهداءها، وفق قادتها وقادة المسلمين لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله جميعا، كل في مرتبته ومسؤوليته، وفقكم الله عز وجل وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم بعد طول عمر وحسن عمل ورغد عيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.